اهلا بكم مره ثانيه في بتوقيت مصر. النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب تقدم بمشروع قانون باسم قانون العقوبات البديله للحبس والحبس الاحتياطي، وبيتكون من 15 ماده. وقال عابد في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم انه مشروع القانون حدد هذه العقوبات، ومنها العمل في مشروعات قوميه تقدم خدمات للمجتمع دون مقابل لمده مساويه لمده العقوبة، كما تتضمن العقوبات البديلة الالتزام بجبر الضرر والتعويض الناتج عن الجريمة والإقامة الجبرية، وإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكاني معين. واقترح المشروع مشروع قانون أيضا إلزام المحبوس المستفيد من العقوبات البديلة بالحضور لمراكز الشرطة في أوقات محددة ويحضر عليه ارتياد مكان أو أماكن محددة، وذلك بحظر ارتياد نطاق جغرافي معين ذات صلة بالجريمة. وأشار إلى أن المشروع يعطي الحق لمصلحة السجون، وبناء على طلب المسجون أن تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة. وأضاف عابد أن مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من هرب من تنفيذ العقوبات البديلة، ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة. الحقيقة أنه كان في رأيين، رأي بيقول أنه والله طب كويس، ده تطور إيجابي وجيد أنه اخلص من الحبس الاحتياطي ويكون مثلا في تدابير قريبه من التدابير الاحترازيه اللي موجوده دلوقتي، او انه اشتغل حتى في المشروعات القوميه او غيرها من الخدمات العامه هيكون افضل من السجن. وراي اخر بيقول لا، انه ده اصلا مش حاجه منطقيه، ودي حاجه اقرب للسخره، وان ده لما بيتنفذ بره بيتنفذ على طريقه خدمه المجتمع والخدمه العامه مش مشروعات قوميه، بمعنى ان انا اشتغل فوعلي يعني في مشروع قومي. فالحقيقه مش عارفين اي رايين ممكن يتفق معه. استاذ نجار البرعي اللي انضم لنا عبر الهاتف، المحامي بالنقد ومدير المجموعه المتحده للقانون. استاذ نجار مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك، ايه رايك في مشروع القانون؟ بص، هو في جزء منه في تخليط يعني ما فيهوش جديد، وجزء منه غلط. يعني الجزء اللي ما فيهوش جديد هو بيفرق بين العقوبات والتدابير. يعني الحبس الاحتياطي هو بيحط له تدابير. التدابير دي هي موجوده فعلا في قانون الاجراءات، يعني قانون الاجراءات الجنائيه بيدي الحق لقاضي تجديد الحبس انه يستبدل عقوبه الحبس الاحتياطي باحدى التدابير، واحنا بنشوفها دلوقتي. يقول لك مثلا تدبير يروح يسرق بوليس يمضي مرتين، تدبير يقعد في بيته ما يغادروش الا للعلاج مثلا. يعني ده الجزء اللي خاص بالحبس الاحتياطي، ده موجود فعلا في قانون الاجراءات الجنائيه فيما يتعلق بالتدابير اللي هي بنسميها التدابير البديله للحبس الاحتياطي. يعني الحبس الاحتياطي مش عقوبه، الحبس الاحتياطي مجرد تدبير احترازي لمصلحه التحقيق. فاذا تحققت ديا والمتهم بره السجن، يا اما يدفع كفاله اللي احنا بنسميها كفاله، يا اما يدفع كفاله او ياخد عقوبه من العقوبات البديله اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها. وبالتالي الجزء اللي في الحبس الاحتياطي ده اللي هو التدبير ده موجود مفهوم جديد، وانا مش عارف هو مقدمه ليه بصراحه. يعني ايه الجديد؟ ما اعرفش، يعني ده في تقليد. الجزء اللي يتعلق بالعقوبه في المشروعات القوميه الكبرى ده اصلا كان موجود في مصر. احنا كنا بنسميه اشغال الشقه. يعني كان زمان لو انت تفتكر كان يقول لك حاجه المحكمه مش عارف بحبس المتهم 10 سنين مع الاشغال الشاقه او الاشغال الشاقه، وكنا بنشوفهم بيقعدوا يكسروا حجاره في الطريق ويعملوا حاجات. مش شرط لا، يعني الصوره الذهنيه يعني ايام الخمسينات. ايام الخمسينات. بعد كده استبدلت بالتشغيل، في التشغيل الاجباري في بعض الورش وكذا وكذا. هو اللي بيعمل عقوبه انه بدل ما يتحبس يروح يشتغل في يعني في اماكن كذا. ده لا يجوز، لأن الهدف من العقوبة أصلا إصلاح المحكوم عليه. مهوش عقابه. إذا الإصلاح ده إذا المحكوم عليه عنده بيشتغل بفلوس زي ما بيحصل دلوقتي، ما هو المحكوم عليه دلوقتي يستطيع أن يطلب تشغيله في ورش السجن مقابل فلوس. إذا هو مثلا نقاش، إذا هو بيعمل أثاث يعني نجار، يقدر يطلب التشغيل. ما هو دي فاكر الحكايه لما طلع مدير مصانع السجون قال لك بيوصل مرتب سجين 6000 جنيه والناس قعدت تتريق، فاكر الحكايه دي؟ فهي دي طبعا هو 6000 جنيه ولا بتاع، هو كان بيبالغ، بس هي دي الفكره. ان انا في بعض الاحيان يجوز ان انا اشتغل في مهنتي اذا الحكومه عايزاها، اذا السجن محتاجها ودي له يوميات. دي مختلفه عن الكلام اللي بيقوله المشروع اللي مقدمه النائب على ما يتحبسش اصلا بس يشتغل، اللي هو ما يتحرش بس يشتغل ويشتغل من غير فلوس. بيدور على بالظبط، فانه بيدور على ايد عامله رخيصه او ايد عامله مجانيه.
وده لا يجوز لان السخره انتهت، مفيش سخره، مفيش سخره. انما ممكن جدا ان هو يقول صحيح هو خلى التشغيل بناء على طلب المحكوم، بس هو يستطيع، هو ده موجود فعلا في وسائط السجون، اذا المحكوم عليه قدم طلب وكان يقدر يشتغل لصالح السجن يقدر يشتغل لصالح السجن. لكن في كل الاحوال احنا اللي بنطالبه من علاء عابد وغيره يعني انهم يقللوا العقوبات البدنيه. العقوبات البدنيه ما بقتش اساسا في علم العقاب، ما بقتش دي عقوبات يعول عليها. انت عارف ان مصر من اكثر الدول فيها العقوبات البدنيه، انت عارف عقوبه مثلا تكتير السجن العام، يعني إشاعة أنباء من شهادة تكتير السجن العام فيها حبس، كتير جدا من العقوبات اللي هي لا تستاهل حبس بتتعمل فيها حبس. فالمطلوب في الصراحة تقليل عقوبة الحبس مش محاولة التخفيف من تكدس السجون علشان نستفيد منهم. احنا كنا بنحبسهم فبنسقط عليهم وبناكلهم وبعدين بنضطر نديلهم لهم سجون زيادة، وبعدين ده طبعا بيبقى تقل على الميزانية وبتاع. طب احنا بدل كده نشغلهم بقى ايه، يشتغلوا بأكلهم. ده كلام يعني ده كلام ما ينفعش، لا ينفع يعني. وانا بنصح سيادة النائب علاء عابد وهو محامي بالمناسبه وكان ضابط بوليس قبل كده كمان، ان هو يستعين باساتذه علم العقاب وعلم الاجرام في مساله صياغه القوانين العقابيه. الحاجه الثالثه انه هو عنده كمان في دلوقتي مناقشات لقانون الاجراءات الجنائيه، فهو ممكن يدخل هذا الكلام بانه يلغي الحبس الاحتياطي في كثير من قضايا الراي والتعبير اولا، ويلغي عقوبه الحبس او على الاقل يحترم الحد الاقصى اللي موجود في القانون او يقلله. ليه ليه انا مش محتاج، هو حضرتك لو قلت دلوقتي، انا قلت دلوقتي كلام فارغ او مليان اتحبس ليه؟ يعني ما دام لسه في سياق الكلام ما فعلتش. الحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي في مصر انا في رايي انه تحول لاحتجاز غير مشروع. يعني الفريق المعني العامل بالاحتجاز غير المشروع هياخد اغلب حالات الحبس الاحتياطي عندنا المطول ده سنتين وسنتين ونص وثلاث سنين بتاع كانها احتجاز غير مشروع. فاحنا علينا ان نطلب من علاء عابد بدل ما يعك العك ده انه يقدم حاجه مهمه سواء في قانون الاجراءات او انه يستخدم نفوذه كراجل بتاع حقوق انسان انه يقلل الحبس الاحتياطي يحسن بتاع. اصل كلام التشريع ده له ناس يا استاذ سالم، مش ممكن مش اي واحد ماشي يشرع يعني. فناخد بالنا من القوانين عشان دي احنا اللي هنتعك فيها بعد كده لما نيجي نطبقها. بشكرك شكرا جزيلا استاذ نجال برعي المحامي بالنقد ومدير المجموعه المتحده للقانون. استاذ احمد تعليق على المقترح، زي ما استاذ نجال طبعا فصل الموضوع بشكل كامل جدا قانونا وقال انه ما قدمش جديد خصوصا فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي اصلا غير مبرر من وجهه نظر حقوقيه بقى، حضرتك يعني احد الحقوقيين المهمين، شايف الموضوع ازاي؟ فكره تحول الحبس الاحتياطي في حد ذاته الى عقوبه والتوسع في العقوبات البدنيه زي ما قال استاذ نجاة. طبعا ضد التوسع في العقوبات البدنيه بشكل كامل، لكن اعتقد انه الاهم من القانون هو او يعني مشروع القانون هو معرفه سياده النائب بما تحتاجه الدولة في المرحلة القادمة. يبدو أن في الغرفات الغير مرئية هناك بعض من الانفتاح المطلوب إحداثه في قبل مرحلة سياسية معينة، أو على الأقل إعطاء انطباع أننا ناويين نطور في هذا الاتجاه. وصلك منين الانطباع ده؟ يعني اهم شيء انه سياده النائب علاء عابد ما بيعملش قوانين من دماغه. وانا عارف مثلا انه الاستاذ هاني ابراهيم الباحث الاساسي في لجنه حقوق الانسان اغلب الافكار اللي هيجيبها هتبقى في الجزء الثاني من القانون اللي هي متعلقه بالحبس الاحتياطي، متعلقه ب الشكل الأجنبي للعقوبات أو يعني الإجراءات الاحترازية زي محل إقامة، تحديد محل إقامة، ذهاب لقسم الشرطة، وضع أساور إلكترونية تحدد مناطق الحركة. يعني ده هيبقى شغل هاني إبراهيم. الشغل الأولاني بتاع عقوبات بدنية وينزلوا يحفروا في النهر الأخضر والكلام العجيب ده هيبقى إضافات من سيادة النائب متعلقة بمناقشات رجالات الدولة. فما عنديش معلومة كاملة، لكن عندي توقع بناء على طريقة تفكير الأطراف الأخرى وسوابق قبل كده أنه في إشارات معينة يعملها على عابد نائبا أو متحدثا بشكل غير مباشر
عن وزارة الداخلية مثلا أو عن مصلحة السجون أو عن جهاز ما. ماشي، بس ما هو في النهاية ما فيش أي حاجة من دي فيها انفتاح، مفيش أي حاجة من دي هتغير. يعني لا لا، أنا ممكن لا لا ماشي، ده ما هو بالنسبة لي برضو ده بالنسبة لمصر ده لا، ما هو ده موجود أصلا، ما هو ممكن يخلي سبيله، بنشوف لسه لا 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 في كذا إخلاء سبيل بتدابير احترازية حصل. طب ما هو هيخلي سبيل بتدابير احترازية برضو، دي كده ده أحسن باكج نقدر نقدمه. زي مثلا عارف كان هيبقى مهم امتى؟ لو خلاه الزامي، بمعنى انه هو دلوقتي سلطه القاضي انه يقرر دي تدابير احترازيه او لا، بحسب لما المحامين بيطلبوا او لما القاضي يقرر ده. لو جه في القانون مثلا وخلى انه الموضوع وجوبي، لو طلب المتهم ان هو يستبدل ده بده يتم تنفيذ طلبه فبقى وجوبي، فتخلى عن قصه انه يبقى الموضوع في ايد القاضي، كان يبقى تغير عن الوضع الحالي. لكن ايه اللي هيتغير حتى لو تم اقرار القانون عن الوضع الحالي؟ تخفيف القبضة ولو قليلا، أو الادعاء برغبتنا في تخفيف القبضة قليلا فقط. ده المطلوب من إظهار القانون ومناقشته، سواء اتنفذ أو ما تنفذ. يعني أنا مش عارف هقولها إزاي الحكاية دي، بس هو المتابع للشأن المصري كل التيارات السياسية المنفتحة والغير منفتح، المتواصلة مع الدولة والغير متواصلة مع الدولة، في موسم مراهم بيتوزع. يعني عملية تليين للعلاقات، ويعني رش الكثير من طب أخيرا عشان الوقت بيقرب وإحنا لسه عندنا حاجات، هل سريعا، هل الموضوع مرتبط بالمراجعة الدورية لمصر اللي منتظرة؟ ده جزء من الحكاية. المراجعة الدورية لمصر مرتبط بالاستفتاء على الدستور، هنعمل تعديل في الدستور ولا مش هنعمل تعديل في الدستور. كثير من الأشياء يعني هنعمل ولا مش هنعمل؟ ده موضوع ده عايز حلقة بقى. طيب عموما زي ما قلنا، هو بالونة اختبار. أستاذ نجاد اتكلم في الموضوع بشكل مفصل، فصله يعني ايه الجديد وايه اللي ما ينفعش اصلا. بس احنا بنتكلم في الجزء السياسي في الموضوع، وهنشوف الايام الجايه مخبيه ايه.